Oh, let's not talk about it. Thank you. كتير متحمسة أسافر على. هيدا أحلى يوم بحياتي. I'm fine. I promise. Oh! Oh my god. Oh my god. No, no, no. ما بعرف شو هالفحص. فلوج ان شاء الله كلكم تكونوا منيح. يوم نهار الثلاثاء وانا بالاجمال بلش ماي فلوجز نهار الاثنين، بس ما كنت حاسه حالي كثير مرتاحه امبارح، كنت شوي مريضه، بس نشكر الله I'm feeling amazing. So come on morning kisses. حبيبي وجوجي I love you delicious yummy. 3 2 1. مثل ما بتعرفوا نهار الثلاثاء ما بيكون عندي جامعة، فاليوم رح ركز على ايكولوجي لأنه عندي فحص السبت. ما بعرف كيف بدي أعمل editing للفلوج ونزله. Oh my god. هلا بنشوف. I'm gonna catch you. I'm gonna catch you. على فكرة أنا already بلشت الدرس، فميشا are you gonna help me prepare my second cup of coffee؟ come on, let's go. Dad, we're gonna prepare the coffee. We're gonna prepare the coffee. Good job. Great. I'm بتشتي. Honestly, I love rain. من أنا وصغيرة كل ما يكون عندي فحص كنت تشتت الدنيا وهيك حس إنه it's good luck. So بابا it's raining man. Hallelujah. Yeah, it's raining man. Fun fact، بحب أشرب قهوتي كتير سخنة، يعني بتكون بعد المي عم تغلي بقدر أشربها. Is it bad? Yes. Does it increase my risk of developing esophageal cancer? Yes. Am I gonna do it anyways? Yes. I promise I'm working on it. بس it's hard. بحضر بشتا اشربها مع اهلي بعدين بتسقع. So I microwave it. بعدين بجي بشرب منها شوي من السيارة بتسقع بجا I microwave it. And I end up microwaving it for like 5 times. تودي بس قول انه سقعت مشان هي مسقعة. هي كتير سخنة وما حدا فيه يشربها بس انا بلاقيها مسقعة. Oh let's not talk about it. Thank you. My motivation today, it's so bad. Okay, رح أعطيكم tip وإن شاء الله أنا كمان هلا بعوزة. So بس ما تكونوا مندفعين على الدرس. أنا ياما بقول لحالي خلص نص النهار ما درست شيء، ليتا أدرس بالنص التاني خلص بقدفها لبكرة. فاللازم تعملوه هو تجيبوا a planner. أنا وصلت لي هيدي كهدية رح فرجيكم كيف بعوزة. بس الفكرة هي قبل ما تناموا ضروري تكتبوا بلان لبكرة، يعني بس تعوا الصبح بتكونوا تعبانين ودماغكم مش مقبول قدي it loves to trick you. بيصير يقلك هو تعبان وله جلادة، بس يكون في بلان واضح ضروري تقعدوا على الطاولة تقلوا كل شي وتعملوه، وبس تشخطوا شي ولا تاني بتحسوا انه you're motivated more، ما بتلاقيوا انه بس خلصتوا كل شي. So yeah، انا رح بلش عبي تبعيتي وفرجيكم كيف تطلع. قلت بخبركن شوي عن الشهور عم بقطع فيها. هلا بكره ال MCAT registration، هيدا الفحص الطويل 8 ساعات. ما بيعطوا بلبنان فلازم نقى غير بلد واخده هونيك. It's crazy، يمكن سفركن معي، you never know. بس at the same time I'm freaking out لانه I have to go through all of this. بس it's fine you know life is amazing right. بس عن جد it's crazy كيف رح نقي هيك بلد سافر جمعتين حجر بأوتيل ما بعرف حدا هونيك وأعمل فحص 8 ساعات حتى الماسك. واو
صارت الساعة 12 رح فوت نام هلا. I'm really hoping بكرة يكون productive أكتر. بحبكن كتير. قلت بشيك على انستا قبل ما فوت نام في بنت عملت the 10 hour challenge. هي ورفقاتها. It made me so happy. I'm so proud of you عن جد. كل واحد عم بيدرس وعم بيحط effort. أنا أكيد إنه رح تلاقوا. بعرف إنه يمكن تحسوا إنه قصص مستحيل تتحقق بس trust me. ضلكن جربوا ما تستسلموا أبدا. بحبكن كتير. Hey, حلوين, and welcome to day 2 of the vlog. اليوم it's such a cozy day. بعدني بي my PJs. كتير ساعة. تأخرت وايد وايد على الساعة 9 which is very late. بس it's fine. مهم شبعت نوم. على فكرة عم بتشتي. الطقس كتير 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 حلو. وزيادة عم تتلوج الضيعة كلها. بيضة ليكو هالمناظر الحلوة عن جد. أنا كتير بحب التلج وكتير بحب الشتاء هيك. راحة نفسية. So that's a plus for today. وكمان الماما عم بتحضر فطاير ومنقيش. Delicious. Okay, it's officially snowing. Oh my god, this is so cute. كتير بشيل اخد a day off. طلب التخلط اشرب hot chocolate but it's not an option. Let's get moving. Somehow that number is always out of me. How can I tell you the way you make me feel? All of my thoughts begin in the morning. All of my thoughts begin and end with you. Oh my god. Registration ب40 دقيقة. I can do this. بحياتي ما حسيت حالي ضايعة قد اليوم. فيني أقدم فرنسا ألمانيا سنغافورة أستراليا جرمانيا ما بعرف حدا هونيك فرنسا قلت إنه بعرف كم حدا فقط بي إيزي وأرخص من سنغافورة أستراليا بس المشكلة إنه هلا أحكي ترفيقة وقالت لي إنه فرنسا مسكرة كليا وما بنعرف يعني إذا بيتحسن الوضع باي جون most probably it will بس إذا في حال ضلت مسكرة البوردرز بدي أروح على بلد يوروبيان زي إيطاليا ومن إيطاليا سافر على فرنسا ف ما بعرف بين سنغافورة وأستراليا Oh my god, why, ليه خيولنا يلي؟ يعني ليه, this is stressing me out. MCAT registration in 3 minutes and 8, 7, 6 seconds. Oh my god, no. Huh? Okay, apparently there's a line. وفي 13,000 شخص قبلي, ما بعرف كيف. يعني لازم انطر بعد ساعة. يعني هن بدهم يجيبولي جلطة مش عارفين كيف. ثاني رح روح جرب قول لأهلي إنه في 12,000 شخص قبلي. هاي ماما. هاي حبوب. كان عندي registration بس أنا معك هلا. خايكو تخلصتي؟ لا. ليه؟ في 12,000 شخص قبلي. أوه 11 make a wish. Okay, my wish. Hear me out. Birthday cake بطعمة الرقة. I registered. Okay. إن شاء الله خير يا رب. I really hope I do well on this exam. Singapore. Oh my god, this is crazy. أحلى شيء إنه رح أخذكم معي. So this is yay. أنا منيحة. I promise. بس هيك عن جد متحمسة. شوفت دي أنا فيني شتا حالي تعمل منيح I'll try to balance between an 18 credit semester ما studying regularly for this exam و I promise I will do amazing I'll make myself proud make my parents proud and make you proud Okay رح أتعشى شوربة Guys هيدا بيني وبينكم okay إذا قطعت لشي دعاية بالفيديو ما عليش أحضروها للآخر عندي تيكت طيارة عندي الفحص هيدا لحاله الفحص Oh my god عندي practice test ف help your sister out يعني انتو واو أحضروا الفيديو نام وأحضروا خليكم bad time story وأحضروا الدعاية ما لأني رح فوت ديون أنا عن جد كتير متحمسة صفركم معي This is crazy والفحص تبعي 19 حزيران انا 26 حزيران بيكون عيدي فبركة I can celebrate my birthday there اوه ياي مشوار رايحين مشوار هلأ الساعة 9:30 من عشية قلنا بننزل شوي تحت البيت ونشوف التلج كتير حلو Oh my god
حلوين and welcome to day 3 of the vlog. بما انه تلجت كتير مبارح قررت اعمل سكي دو لأول مرة بحياتي. It was crazy. بالأول كنت كتير كتير خايفة بس I'm glad I did it. Best day of my life. Oh my god. Good morning مشموشي. ميشا we got you a cadeau. Great. Hey حلوين. هيا حلوين. You okay girl? I'm okay. Kiss on the phone. There's things about you I'll never know. I hope that one day we'll be in love when you're not far away. You really make me wanna fly. Cross my heart and hope to die. Hi. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. الطاولة الحلوة اللي محضرتنا اياها الماما حبيبي يا ماما عنا فواكه شاي وكعك احلى صبحية بالدنيا احلى كراسي اوكي يا مسر عنا جبنة وخضرة ولبنة يام 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 رجعنا على البيت I took a quick shower so I feel clean and warm رح احضر قهوتي ونبلش درس لليوم challenging because the passages are longer and the questions are long. كان مفروض يكون عندي صفين اليوم من الساعة 2 للساعة 7 بس نلغيه لأنه الواي فاي كتير عاطل بلبنان عن جد. Anyways بما أنه عندي فحص نهار السبت رح أدرس له وكمان أفكر أعمل chapter biology for the MCAT. We'll see. وكمان عندي my uncle. على فكرة I can't get over how fun today was. كشخص بدروس كتير أكيد في قصص كتير ما بعملها فهيك the small things in life matter and I'm never gonna forget this day. What's there to say? There's nothing but space in between you and I. Okay that we change but it feels kind of strange that you... صباح الخير يا حلوين I hope you're doing well يوم نهار السبت ومبارح ما عملت فلوجينج لانه كنت كتير معادله من نهار الخميس جسمي كله عم بيوجعني حتى ايدي بس it's fine وكمان درست كل نهار هلا اليوم شوي غير لانه عندي فحص انا بالاجمال I don't vlog بس يكون عندي فحوصات بس قلت اليوم why not فرجيكم كيف انا بحضر لفحص كيف I don't stress before an exam hopefully ف I'm excited to take you along with me هلا تقريبا الساعة واحدة انا واعي من الساعة 7:30 وبلشت درس وتقريبا على الساعة 12 I took a break اتحممت و I feel fresh فهلا رح كفي درس for the exam tip number one البسوا شي بيريح انا I feel like Sharpay Evans اليوم is out with the old in with would you stay الفحص تبعي على الأد بعد 5 دقايق أنا شوي بتوتر دايما قبل الفحص بس what I like to do هو إن أعمل breathing exercises ذكر حالي أن everything is gonna be fine and then كمان fix your posture it really helps جربوا قد ما فيكن قبل الفحص ما تقعدوا هيك جربوا أنسوا and trust me it's gonna boost your confidence ورح تعملوا أحسن ما بعرف شو هالفحص I'm speechless كان عنا 43 سؤال نحلهم بخمسين دقيقة إذا بقولكم يمكن كان يعني مثل تمبل رون هيك راكد براكد هاي حلوين اليوم إجا فحص ولا أصعب ولا أصعب سفرت أنا ورفقات see you next week I have a week of recovery and meditation لأطلع بس من هالحالة وبعدين بجي أكمل فلوكس فاتحة جروب بالصف وبس قلكم كلهم كلهم جايين كلنا عم نصرخ فحص ما بينحل هيدا شي كتير طبيعي إذا بتفوتوا طب أو بريميد بعرف إنه شعور كتير بشع ما تعرفوا كيف عملتوا بالفحص أو تفكروا إنه ما عملتوا منيح بس تعودت لهالشغلة قد ما فيكن جربوا خلصوا نهاركن كفوا نهاركن بطريقة إيجابية عندي فحص التنين فرح أدرس له I think بكرة رح ركز شوي على editing هيدا الفلوج إن شاء الله تحبوه كمان كان بدي جاوب على سؤال دايما تسألوني إياه شو بعمل إذا جبت علامة مش منيحة أول شي أنا بعمله الصراحة بحب فشخل إيه وانا بفشخل بالبكي او بالاكل بروح اوضتي 10 دقايق بالزاويه ببكي وخلص هو هني
قد ما فيكم تخففوا هيدا النيجاتيف انرجي قد ما احسن، لانه it's so easy انه تفكروا نيجاتيف وتاني مره انا ما رح اعمل منيح بالفحص وتوقفوا. فهو هن 10 دقايق بتفشوا خلقكم بعدين بتكفوا نهاركم عادي. بعد شغله بتصير بس نجيب علامه مش منيحه، نحن كبشر دائما بنقول القصص الحلوه من ورانا صارت والقصص البشعه من غيرنا. فانا جبت علامه منيحه لانه انا درست منيح، انا جبت علامه مش منيحه لانه الفحص كان صعب. سو هودي بدنا ننتبه له. مشان هيك بس يخلص الفحص وتطلع العلامه انا بنصحكم تاخذوا اجتماع من الاستاذ، رجعوا راجعوا فحصكم، شوفوا انتم شو مغلطين وكتبوا على ورقه انتم شو ممكن تدرسوا زياده ثاني مره او شو ممكن تغيروا باسلوب الدرس تبعكم. وانا بوعدكم ما في استاذ بتسالوه كيف ممكن حسن علامتي ما رح يعطيكم جواب ممكن يساعدكم. بالنهايه هيدا شغلته، اكيد they want you to succeed. Baby, it's 2:30 and I should probably head back home. الساعة 1:30 الصبح. I know I look so tired. بعد ما خلصت editing للفلوغ بعد عندي sound والtext وكل شيء والthumbnail كمان عم بياخدوا كتير وقت. إن شاء الله تكونوا حبيتوا فلوغ هيدا الجمعة، أنا كتير متحمسة سفركن معي وكمان أفرجيكن مقاطع من حياتي. حبكن كتير، ما تنسوا تحضروا لآخر في bloopers وبشوفكن next week. Bye. Can you put energy? Guys, we're gonna prepare the coffee! Guys, we're gonna prepare the coffee! Hey, Nihi! Yay! Yes. Guys, we're gonna prepare the coffee! Guys, we're gonna prepare the coffee. Why are you sad? I'm not sad. أنا كيف بدي انسى كيوفل باي أكتب بشوفكم بكرة. يا عم افتح لي الباب، جلدت يا ماما. سكر الباب علي. And no tears left to cry. I'm picking it up, picking. أنا ضيعت تليفوني، ليك وين طلع. Do you wanna build a snowman? Okay. كتير جوعانة ما أعرف شو بدي أكل. How do you lose a grapefruit?